الآن معمر القذافي هنا في هونولولو. هذا اعتراف. أنا دافع ثمن بقائي هنا. هنا هذه بلادي، بلاد أجدادي. أنا سأموت هنا في مقبرة القطط والفيران في الظلام. لماذا؟ لأن معمر القذافي مثل الفيران التي تنقز من شارع إلى شارع ومن زنقة إلى زنقة. لأن معمر القذافي مخبول. معمر القذافي النكسة والعودة للوراء والخزي والعار حتى نهاية العمر. أنا يوسف إلي عصابات مثل الجذان لا تسوي شيء. نحن نساء إرهابية. واعتقد أن سيف الإسلام شخص إرهابي خطير جدا. يداهم مدرسة يصليها يقتل منها ويختفي، يجي للسوق يرمي فيه طلاقة ويهرب يعدي الجو في سوق آخر. قالوا الأسواق كلها عليها هجوم إرهابي. طبعا أنا بقول لكم في النهاية معمر القذافي ضد ليبيا. عقوبته الإعدام، يعاقب الإعدام بال جرذان. هذه آخرتها، هذه آخرتها.